أهلا بكم أعزائنا إلى تفاصيل خبر. إضراب المعلمين، تضامن نقابي، واستنفار حوثي ضد الحركة الاحتجاجية. النقابات التعليمية والتربوية تصطف على قلب جبهة واحدة مع مطالب نادي المعلمين بمناطق سيطرة الإرهاب الحوثي المسلح، حيث أيدت نقابة المعلمين اليمنيين الحركة الاحتجاجية المطلبية للمعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ودعت نقابة المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب وتوحيد جهود كافة النقابات التربوية والتعليمية في جبهة نضال واحدة حتى يتم انتزاع جميع الحقوق القانونية. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لا جديد على صعيد الاستجابة الفعلية لمطالب نادي المعلمين بصنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين سوى حملات الاسترهاب الإعلامي والتخوين للمشاركين في الإضراب. ويدخل إضراب المعلمين الاحتجاجي على حرمانهم من مرتباتهم لسنوات أسبوعه ثالث، بينما تستنفر الميليشيا مشرفيها الميدانيين ومسلحيها لقمع المحتجين بالاعتقالات والفصل التعسفي من وظائفهم. ولا تزال الميليشيا ترى في المطالبات بالحقوق عملا عدوانيا يستهدف سيادة رفاهيتها ويزعزع أمنها الاقتصادي الباذخ الرخاء والتخمة. وتكثف الميليشيا من هجمات إعلامها الحربي وأبواقها الطائفية في حملات تخوين ضد صناع الأجيال وقادة العقول والمستقبل الذين هم شخصيات اجتماعية اعتبارية مرموقة المقام. وفي بيان تأييدها لمطالب نادي المعلمين وحركته الاحتجاجية، طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بصرف مرتبات المعلمين من تاريخ توقيفها عام 2016. وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية جمدت قانون الأجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005، وشرعت في نهب مرتبات المعلمين منذ أغسطس 2016، وأجبرتهم على العمل سخرية لأكثر من 7 سنوات. ورغم انقضاء سنوات عديدة على نهب مرتباتهم، لم تبدي قيادات الميليشيا أدنى شعور بالتعاطف الإنساني مع كارثية الوضع المعيشي التي جعلت من مربي الأجيال الشريحة المعدومة والأفقر يدا في المجتمع اليمني على الإطلاق. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ عبد الواسع الفاتكي، موجه وتربوي. أستاذ عبد الواسع، أسعد الله أوقاتك بكل خير وأهلا وسهلا بك. ما أهمية الحراك التربوي الحالي لانتزاع حقوقهم، حقوق المعلمين والتربويين ومرتباتهم من جماعة الحوثي الكهنوتية؟ الحراك التربوي الذي دشنه المعلمون والمعلمات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 3 أسابيع بإضرابهم للمطالبة بصرف رواتبهم، هذا الحراك يعد بداية حراك ثوري لقطاع الموظفين وبداية مؤشر لعصيان مدني. إذا استمر بلا شك فإنه سيحصر الميليشيات الحوثية في زاوية ضيقة وسيعريها أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، لأن هذه الميليشيات تستولي على مئات المليارات من الريالات وتحصد كثير من الأموال الطائلة وترفض وتأبى صرف رواتب الموظفين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ولقد صبر الموظفون كثيرا أكثر من 8 سنوات ووصلوا إلى طريق مسدود ووصلوا إلى درجة من اليأس جعلتهم ينتفضون ويطالبون بحقوقهم من الميليشيات الحوثية التي تحرص على أن تستولي على إيرادات ضخمة من خلال عدد من النوافذ المالية من الميناء الحديدة، من الجمارك والضرائب التي تفرضها في المنافذ التي تفصل بينها وبين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. وبالتالي وجد الموظفون لا سيما المعلمون والمعلمات بأن الأمر لا يطاق وبأن صبرهم نفذ، وبالتالي بدأوا بهذا الحراك الثوري والنضالي الذي سيستمرون فيه
لأنه ليس أمامهم إلى هذا الطريق، لقد سدت أمامهم كثير من المنافذ، صمت الميليشيات الحوثية آذانها أمام معاناة الموظفين طويلا، وبالتالي فإن الموظفين بشكل عام ولا سيما المعلمين والمعلمات وجدوا بأنه لابد من يضع حد لهذه المعاناة، ولابد أن ينتزعوا حقوقهم من براثن وأيدي الميليشيات الحوثية. نعم أستاذ عبد الواسع، إلى أي مدى أيضا يمكن أن تجبر مثل هذه التحركات العصابة الحوثية على دفع مرتبات المعلمين المنقطعة منذ 8 سنوات؟ هذا الحراك النقابي والعصيان المدني الذي يقوم به المعلمون والمعلمات، لا شك بأن الميليشيات الحوثية ستضع له ألف حساب، لأنه إن استمر فبالتالي هذا سيكون مثال يحتذى به بالنسبة لبقية الموظفين والموظفات، وسينذر بثورة اجتماعية وشعبية عارمة، وسيكون بالتالي أسوة لبقية الموظفين والموظفات بأن يطالبوا بحقوقهم، لا سيما إذا نجح المعلمون والمعلمات في إرضاخ الميليشيات الحوثية لمطالبهم، وبالتالي سيجد الموظفون الآخرون أنفسهم أمام أيضا القيام بإضراب وعصيان مدني للمطالبة بصرف الرواتب كاستحقاق حقوقي لهم، لا سيما أن الميليشيات الحوثية قادتها ومشرفيها والموالين لها تصرف رواتبهم أولا بأول، ويعيشون في بحبوحة من العيش مقابل بقية الموظفين والموظفات، ومقابل مئات الآلاف من الذين يعملون في كافة المؤسسات، والذين لا يجدون ما يسد به رمق عيشهم، لا سيما أيضا في ظل بسط المنشيات الحوثية سيطرتها على كافة المنافذ الاقتصادية حتى المعونات الغذائية والتي تحتكر توزيعها إما لصالح المجهود الحربي أو للموالين لها، وبالتالي أصبح الوضع لا يطاق، وهذا سيجعل الميليشيات الحوثية في وضع حرج، وسيرغمها إما للتفاوض مع النقابات وإما لمحاولة وضع حلول حتى وسطية بينها وبين الموظفين. على الأقل في هذه المرحلة ستحاول الميليشيات الحوثية احتواء هذا الإضراب، وستحاول أيضا أن تخرج من هذا المأزق، خاصة إذا استمر الإضراب فإنه سيؤدي أيضا إلى انتفاضة من بقية الموظفين، وقد يتوسع هذا ليشمل كافة أفراد المجتمع للمطالبة كذلك ببقية الخدمات، بخدمات الماء، بخدمات الكهرباء، وبالتالي ستجد الميليشيات الحوثية نفسها في وضع لا تحسد عليه، وإما أن تتفاوض مع الموظفين والموظفات أو من يمثلهم لإيجاد حلول لهذه المشكلة، وإما إذا استمرت في القمع والتنكيل فإن هذا سيجعل المعلمين والمعلمات يصرون على المطالبة بحقوقهم، لأنه ليس أمامهم إلا هذا المطلب، لقد سدت أمامهم كل الطرق ولقد صبروا كثيرا، وبالتالي فلم يعد لديهم خيار، إما الاستمرار في الإضراب وانتزاع حقوقهم، وإما الموت جوعا، وبالتالي هم سيستمرون في الإضراب، واعتقد بأنه سيؤتي أكلا وستكون ثماره إيجابية بالنسبة للمعلمين وغيرهم. نعم عبد الواسع، ما واجب أولياء الأمور والمجتمع في إسناد مربي الأجيال في معركة حقيتهم في انتزاع حقوقهم ومرتباتهم؟ أمام أولياء الأمور والمجتمع بكافة فئاته واجب أخلاقي واجتماعي لإسناد المعلمين والمعلمات في معركتهم الحقة والمستحقة لانتزاع حقوق المعلمين والمعلمات، لأن هذا الإضراب لم يعد يخص المعلمين والمعلمات فقط، أصبح يخص كافة أفراد المجتمع، إذ كيف يمكن للمعلم أو المعلمة أن يقوم بدوره في تربية الأجيال وهو جائع ولا يجد أن قوت يومه، ولا يستطيع أن يوفر أيضا لأسرته أدنى مستويات الحياة الكريمة، وبالتالي
فإن هذا الإضراب يجب أن يسند ولي الأمر وتسند كافة الفئات في المجتمع حتى يستطيع المعلم أن يؤدي رسالته التربوية على أكمل وجه. وبالتالي فإن استمرار إضراب المعلمين سيشكل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع، بالنسبة لأولياء الأمور، وهذا سيؤثر على تعليم أبنائهم وبناتهم، ومن ثم على المجتمع أن يقوم بواجبه في هذا المجال وأن يسند المعلم بكافة أنواع الإسناد، لا سيما الإسناد الإعلامي، والوقوف إلى جانبهم حتى ينتزعوا حقوقهم وحتى تستمر العملية التعليمية على أكمل وجه ويؤدي المعلمون واجبهم كما ينبغي. الأستاذ عبد الواسع الفاتكي الموجه التربوي كنت معنا، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الواسع. مشاهدينا الكرام، أيضا لمزيد من الحديث حول هذا الموضوع واستطلاع آراء المواطنين والشارع اليمني، رصدنا لكم هذا الاستطلاع الذي كان موجها لعموم الناس، والذي كان مطروحا تحت سؤال يقول: ما رأيك بالعملية الاحتجاجية وإضراب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرة الحوثي للمطالبة باستلام ودفع مرتباتهم من قبل الحوثيين؟ نحن نتضامن مع أخواتنا أخواننا المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين حتى يعطى لهم رواتب. لا يوجد في العالم في أي دولة أن هناك أناس أو موظفون سواء كانوا أطباء معلمين ولهم فترة 9 سنوات بدون راتب، رغم الغلاء، رغم التضييق، رغم النكد الذي يعانوا من إيجارات من تدريس أو أبنائهم في المدارس وكذا المعيشة اليومية، ولا بد من تسليم الراتب، وعليهم الاستمرار في الإضراب حتى تمعن الميليشيات وتسلم الرواتب لجميع الموظفين بشكل عام في المناطق التي تسيطر عليها. أنا أعتبر إضراب المعلمين في صنعاء تحديدا شجاعة، بل قمة في الشجاعة والجرأة في ظل حكم الميليشيا الحوثي لتلك المنطقة بالحديد والنار. وهؤلاء الناس أعتقد أن من حقهم أن يقومون بهذا الإضراب، ويفترض أن هذا الإضراب قد أقيم من سنوات فقد تأخروا، ولكن أن تأتي متأخرا خيرا ألا تأتي على الإطلاق، لأنهم بالذات اللي معلمي صنعاء مهضومين الحقوق، ليس لهم أدنى أو أبسط الحقوق التي متعارف عليها وهي الرواتب، وهناك مثل يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. فأنا مع هذا الإضراب وأشد على أزرهم، وربما تكون هذا الإضراب في صنعاء يساعد على أننا نتحرك هنا نقابتنا في تعز، من أجل أيضا تتابع حقوق المعلم هنا أيضا في تعز أيضا يعاني. فالمعلم في اليمن بشكل عام هو للأسف الحلقة الأضعف. هناك في تعز مثلا حصار وغلاء وما أدراك، ولا يزال الراتب هو الراتب وحقوقها متأخرة كثيرا، ولكن الذي في صنعاء نعتبرهم هم أكثر أحقية، ومن حقهم أن يقوموا بهذا الإضراب. وأنا قلت لك معجب بهم كثيرا للأمانة، وأعتبرهم قمة في الشجاعة أنه في ظل هذا الحكم الكهنوتي بالحديد والنار في 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 صنعاء أنهم استطاعوا أن يتحركوا، فهذا بحد ذاته شيء رائع جدا. الإضراب عن التعليم لأجل الحقوق أمر مشروع ومتطلب ليكافح المعلم مهمته الضرورية في الحياة، لكن يبقى هناك جانب: الجهل هو عدو الوطن الأول، الجهل هو عدو الوطن الأول، عدو الشعوب، هو نقطة ضعف الشعوب العربية، فلا بد الدولة أن تعمل حل المعلم، وينبغي للمعلمين أن يعلموا، وينبغي للجهة المسيطرة على المناطق في صنعاء، في حجة، في تلك المناطق أن يسندوا المعلم بالراتب والمستحقات. الإجراء الأخير الذي اتخذه المعلمون في مناطق سيطرة الحوثيين أقل القليل أنهم يضربوا عن العمل، هذا حق من حقوقهم والحق ليسقط بالتقادم. سيطرة الأمر الواقع معهم مصادر كثير للاتصالات، معهم كثير من الموارد، والمعلم يعني يودي عمله بلا راتب، حاجة مش معقولة أصلا.
شكرا لمن شارك في هذا الاستطلاع ولمن أعده. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التالية وإلى حكاية بوستر. أهلا بكم إلى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها أبرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتعرف سويا على أصل الحكاية. وحكاية اليوم عن الفضيحة التي تم تسريبها بين قيادات حوثية، والتي تعكس مدى السرقة والنهب والسلب وأخذ الأموال التي يجبيها قادة الحوثيين من وراء المواطنين المساكين. ففي الوقت الذي ترفض الميليشيات الحوثية دفع مرتبات الموظفين في السلك التربوي أو غيره لثمان سنوات متتالية، أظهرت هذه الوثيقة المتداولة لقيادي حوثي من بيت الشامي يشتري أرضية بما يقارب 400 مليون ريال، يعني في صنعاء. هذه الوثيقة التي سربها قيادي حوثي آخر في إطار الصراع المتبادل فيما بينهم أثارت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني انتقدها وسخر منها وأدانها كثير من الأحرار في الداخل اليمني، وكتبوا كثير من الناشطين والسياسيين حول هذا الموضوع، ومن رصدنا لكم تغريداتهم. محمد الضبياني يقول في تغريدته: وثيقة مسربة من صنعاء المحتلة، المدعو هاشم الشامي يشتري أرضية بقيمة 357 مليون ريال. هاشم الشامي منتحل صفة مدير الكهرباء، يمنع المرتبات على موظفي الكهرباء ويفصل من يتغيب منهم. الأرضية بهذه القيمة الفلكية ب 357 مليون لأحد اللصوص، لصوص السلالة الصغار، ثم ينعق الحوثي من مطالب المعلمين كرامتي في راتبي. إسماعيل الجرموزي، وهو أحد أيضا الحوثيين والذين قاموا أيضا بنشر الوثيقة، قال في تغريدته: شفت كيف أي شيباني يا عمي، هاشم الشامي يشتري أرض ب 357 مليون ريال بس، هو شابع من بيتهم طبعا، دنا غلبان. أحمد الشرعبي يقول في تغريدته: يا جماعة لا تحرجوا حكومة صنعاء، من فين يصرفوا لكم رواتب؟ هاشم محمد هاشم الشامي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في دولة المسيرة الشيطانية، المبلغ 357 مليون، ثم ختمها: مع ربي جهادي. عميد ركن عبد الرب صالح الأصبحي في تغريدة له يقول: السلالي هاشم الشامي مدير كهرباء الحوثي يمنع صرف مرتبات موظفيه، بينما قيمة الأرض التي اشتراها تكفي مرتبات 500 موظف بمعدل 50,000 للواحد لأكثر من عام. هذه عصابة لا تجيد سوى النهب وجمع الأموال بكل الطرق الغير مشروعة لبناء كيان طائفي خبيث في بلاد اليمن تابع لدولة إيران الإرهابية. نشوان الحبشي يقول في تغريدته: وثيقة مسربة من صنعاء، هاشم الشامي مدير الكهرباء يشتري أرض ب 357 مليون ريال ويمنعون المرتبات عن الموظفين. تخيلوا الأرضية فقط ب 357 مليون، فكم ستكلف العمارة والبناء أموال الشعب مع هؤلاء؟ أحمد دويد في تغريدته يقول: القيادي الحوثي هاشم الشامي يشتري أرضية ب 350 مليون بينما يحدث موظفي الكهرباء عن الصمود والصبر وكيف يصبرون على جوع بطونهم. شبكة تعز الإخبارية في تغريدة لها قالت: وثيقة حوثية مسربة تكشف عن اشتداد الصراع بين قادة الميليشيا
اتهم فيها القيادي الحوثي محمد أحمد البخيتي المعين وزيرا للكهرباء في حكومة الانقلاب الميليشياوي غير المعترف بها، القيادي الآخر هاشم الشامي المعين في منصب مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء. وبحسب وثيقة البيع الصادر من وزارة العدل، اشترى هاشم محمد الشامي رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ورئيس مؤسسة الكهرباء الخاضعة للحوثيين أرضية بمساحة 21 لبنى عشاري حر في منطقة وعر البل بأوطان ومحاريث عطان في محافظة صنعاء. سلطان زايد بن عافية يقول في تغريدة: قلنا لكم ما سبرت إلا لكم يا بني هاشم، معقولة هاشم محمد هاشم الشامي يشتري قطعة أرض ب357 مليون؟ قال لي رواتبنا من غازنا ونفطنا، وهذه من وين يا بني هاشم؟ إذن كانت هذه مجموعة من التغريدات التي رصدناها لكم والتي تتحدث عن هذه العملية الكبيرة لعملية السلب والنهب والإثراء الفاحش والكبير لمجرد قيادي نكرة من هؤلاء القادة، فكيف بالكبار منهم الذين تسلطوا على رقاب الشعب ومنعوا الموظفين من رواتبهم وسرقوا كل ما بيد المواطنين.